مع زيادة جهود الشعبية لمواجهة الإرهاب، جاء المؤتمر الذي عقد في منطقة شبرا الخيمة بدعم من محافظ القليوبية وحزب المؤتمر للدعوة للوقوف ضد الإرهاب بكل أشكاله. الهدف مؤتمر دوت هو تدشين عمل شعبي ورسالة إلى الخارج قبل الداخل، إن شعب مصر على فكرة مش بعيد عن مؤسسات الدولة، مش بعيد عن رئيس الدولة في الحرب الحقيقية ضد الإرهاب، وإن الشعب المصري على فكرة يعني 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 شاعر بأهمية المرحلة وبأهمية دوره. مصر أمانة في رهبتنا جميعا، فيجب علينا أن نحافظ عليها في هذه الفترة الحالكة التي تحاك بها من عصابة وتشكيل عصابي لا يمد للإسلام بصلة. أرادوا بمصر كيدا إلا أن مصر سترتفع رايتها خافقة عالية. المؤتمر ضم إجراء قرعة لتوزيع رحلات عمرة على عدد من الحضور الذين شاركوا في مسابقة دينية تم تنظيمها مسبقا. والله يعني شعور ما يتوصفش، انت راح تعدي فريضة عند ربنا سبحانه الله وتعالى، ما يعني ما كانتش على البال. ربنا يقدرهم يا رب على الخير، وده دي حاجة جميلة جدا. الناس الفقراء والناس اللي هي الناس الكبيرة اللي هم مش قادرين يطلعوا عمرة، وربنا يوفقهم يا رب ويكتر من أمثالهم. فرحان أوي والله، فرحان وربنا يبارك لهم يا رب وربنا يخلي مصر. منظم المؤتمر أعلنوا عن تكوين جبهة شعبية لا حزبية ولا سياسية على حد وصفهم لمواجهة الإرهاب، يستطيع أن ينضم لها من يرغب من جموع الشعب بشكل عام. مؤتمر ضد الإرهاب تم خلاله الإعلان عن تكوين جبهة شعبية لمواجهة الإرهاب ومنعه من الانتشار في الشارع المصري، لعلها تكون السبيل الأخير لمواجهته. محمد الرئيس، الحياة اليوم.